محفوفة بالمخاطر لكنها يسيرة عليهم. بسواعد كويتية تجرى عملية تنظيف الخطوط الهوائية وغسيل أبراج الضغط العالي بماء مقطر بلا أملاح لضمان استمرار التيار الكهربائي. لحظات قضيناها مع كوادر وطنية لهكذا مهمة خطرة. يتم عمل غسيل الأبراج تحت الجهد، غسيل العوازل تحت الجهد، وهو عمل يتم من خلال غسيل الأبراج وتنظيفها بدون ما يتم قطع التيار الكهربائي، غير عن سابقاتها من الأعمال. يتم الغسيل خاصة في الصباح الباكر لتفادي سرعة الرياح والحرارة الجو وتفادي الغبار، فيتم الغسيل فيها خاصة في أوقات الصيف في الصباح الباكر، غسيل الأبراج تحت الجهد. مدربون لا يخيفهم الصعود إلى الأعلى بمعدات وأدوات وخراطيم مياه وفي ظروف مناخية مناسبة، والهدف إزالة ترسبات تمنع وصول التيار الكهربائي. استمرارية التيار الكهربائي في الكوندكتر إن ما يتم قطعه وفصله على المستهلك بحيث أن تأثر الشبكة، لا، الآن أصبح الحمد لله أصبح أن ممكن يتم غسيل الأبراج وصيانتها ونظافتها بدون ما يتم انقطاع التيار الكهربائي وبدون ما يحس المستهلك بانقطاع التيار بسبب الصيانة أو الغسيل. بسواعد وكوادر وطنية كويتية متخصصة ومتدربة خاصة في دورات خارجية ودورات داخلية في الغسيل تحت الجهد. غسيل تحت الجهد وجهد لمنع اختراق التيار للبرج في عملية تتكرر مرتين إلى 3 مرات في العام. بالبداية كنا خايفين بس تعاملنا صار عندنا الوضع طبيعي بسبب الدورات من الوزارة، الدورات الداخلية والخارجية اللي أعطتنا خبرة وأعطتنا ثقة كغسيل وكصيانة. الماي يكون ماء مقطر عشان لا يكون في الرواسب والأملاح عشان لا تصير كتوصيل للكهرباء، ويكون تنظيف العازل يعني بشيء يعني كواليتي. في الكويت 230 خطا هوائيا و25,000 برج للضغط العالي تغذي الشبكة بالتيار الكهربائي على طول البلاد. إذن هكذا تتم عملية غسل خطوط الضغط العالي في دولة الكويت بوزارة الكهرباء والماء عبر 12 فريقا موزعا للمنطقة الشمالية والجنوبية. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.